بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل بداية الفيديو، من لا ترغب بالاستماع والإصغاء للشرح عليها بتسريع الفيديو فقط. قناع الطين للبشرة، كل أنواع الطين، أي نوع متواجد عندك في هذه الوصفة من أفضل الأقنعة الطبيعية نظرا لشدة امتصاصه من قبل البشرة وعدم وجود أي أضرار جانبية لاستخدامه، بالإضافة إلى فوائده على البشرة. وكذلك هو رائع جدا لجميع أنواع البشرة. يعمل هذا الماسك أو الطين بمختلف أنواعه، أي نوع متوفر، سواء هذا النوع أو النوع الأبيض الأصفر، أي نوع متوفر استخدميه في هذه الوصفة، وسأعطيكم البديل في حال عدم توفر الطين عندكم. يعمل على إزالة الخلايا الميتة من الجلد، وبالتالي يعمل على تجديد خلايا البشرة. يعتبر هذا الماسك حل مثالي لتنظيف عميق لبشرتك لمن طلبوا مني تنظيف عميق للبشرة. يساهم هذا القناع في تبييض البشرة وزيادة النضارة بسبب غناه بالفيتامينات والمعادن مغنيسيوم، وكذلك يعمل على شد تجاعيد الوجه والتخفيف من ظهور علامات وخطوط بالبشرة. كذلك يقوم بالتخلص من الزيوت الزائدة، خصوصا لصاحبات البشرة الدهنية، بسبب احتوائه على الجير، وبالتالي يخفف من ظهور حب الشباب والبثور البيضاء والسوداء، ويحمي البشرة من الجفاف، ويقوم بترطيبها خصوصا في هذا الفصل، حيث أنه يطهر البشرة ويعزز من قدرتها على امتصاص المواد الدهنية نتيجة احتوائه على كميات وفيرة من أكسيد المغنيسيوم. نحتاج في هذه الوصفة للطين، أي نوع طين متوفر. في حال عدم توفر الطين، البديل هو دقيق أبيض أو طحين الأرز، هذا هو البديل. يكون عندنا الطين هنا على شكل بودرة ناعمة، نحتاجه على شكل بودرة ناعمة، ونحتاج لملعقة زبادي، ملعقة طعام زبادي، يوغورت أو الروبة الزبادي الطبيعي، البديل هنا الحليب السائل. ونحتاج كذلك لمبشور حبة بطاطا نيئة، نقوم ببشر حبة بطاطا، نحتاج فقط العصير. قومي بوضع قطرات من الليمون على مبشور البطاطا حتى تحافظ البطاطا على لونها الأبيض بهذا الشكل. طريقة عمل هذا الماسك: يخلط الطين مع الزبادي قلت أو الحليب أو حتى ماء الورد، هذه هي البدائل. طبعا الاستماع أو حسن الإصغاء للفيديو، دائما أنا أعطيكم البدائل، وكذلك أقول هل هي تصلح للحوامل والمرضعات حتى البنات، أقوم بالشرح بكل التفاصيل. طبعا لمن لا ترغب بسماع تأخذ الوصفة فقط وهي حرة. ونضيف تدريجيا عصير البطاطا لهذه الوصفة حتى الحصول على ماسك. نخلطه جيدا حتى الحصول على خليط ناعم، يكون ناعم بهذا الشكل تدريجيا حتى يكون ناعم جدا على البشرة. لاحظي معي جيدا، يكون ناعم جدا. نستمر في الخلط، ويفضل دائما كذلك أعطيكم نصيحة، يفضل استعمال إناء من مثلا الزجاج أو الخشب أو البلاستيك، بدلا من أي إناء معدني عندك، والخلط كذلك بالملاعق الخشب أو البلاستيك، حتى لا يتفاعل المعدن مع أي مكون مستخدم في الخلطة. نتحصل عليه ناعم جدا بهذا الشكل،
لاحظي، نترك هذا الخليط في هذا الإناء لمدة 5 دقائق، وبعدها نقوم بأخذ القليل من الخلطة بأطراف الأصابع أو بواسطة فرشاة المكياج ونضعها على البشرة، بداية من منطقة الذقن أي الرقبة إلى الأعلى حتى الجبهة، يعني نغطي كامل الوجه ما عدا منطقة العينين وحول الفم، لأن هذا الماسك قوي على هذه المناطق لأنها رقيقة. وبعدها استرخي واتركي الماسك على بشرتك لمدة 5 دقائق بالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة. وضحت الآن، بالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة هذا الماسك يفضل تركه على بشرتك فقط لمدة 5 دقائق وبعدها قومي بشطفه. بالنسبة لصاحبات البشرة العادية الدهنية والمختلطة حوالي 10 دقائق عفوا إلى ربع ساعة. وبعدها نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، وذلك من أجل غلق المسام. ونأخذ قطن دائما في ماسكاتنا مبللة بماء الورد ونمسح بها بشرة الوجه والرقبة. وللمزيد من الترطيب كذلك نضع كمية بسيطة من كريم البشرة الذي تفضلينه أنت أو أي زيت ناسب بشرتك، ولكن الزيوت دائما أفضل وأنصح بعملها ليلا قبل النوم، خصوصا لمن تتعرض بشرتها لأشعة الشمس، وخصوصا زيت الزيتون. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل وكذلك المرضعات، البنات الصغار كذلك يمكن استخدام هذه الوصفة من عمر 5 سنوات فما فوق، فنحن في حمامنا المغربي الطين لا يخلو عنده في حماماتنا، وكذلك نستخدمه حتى للأطفال الصغار، حتى للرضع نستخدم لهم أقنعة الطين، آمن وليس منه أي أعراض جانبية. هذا الماسك قلت يستخدم للحوامل المرضعات، الرجال كذلك يمكنهم استخدامه. مدة حفظ هذا الماسك في الثلاجة 3 أيام، يستخدم مرتين فقط في الأسبوع، بمعناه تستخدمي هذا الماسك مرة واحدة فقط ويمكنك تجديد الوصفة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.